هذا يقول إنه جاء حديث إن الطواف 7 أشواط، الشوط الواحد عن 50 شوط في الفضل والأجر. الله أعلم، أنا ما أعرف هذا الحديث، ولكن أنا أعرف ما صحت به الأحاديث، ما القرآن، ما جاء به القرآن: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وقد يضاعف الله أكثر من 10، إلى 700 ضعف، إلى أكثر، حسب نية العامل، حسب نية العامل. فالمضاعفة جاءت ب10 وجاءت بأكثر، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. أما تحديد 50 فلا أعلم شيئا.